أعزائي المشاهدين، بيسعدنا من خلال هذه الفقرة رسالة عاجلة جدا جدا وحديث من القلب أن نرد على الاستفسارات التي وصلت إلى البرنامج في الفترة الأخيرة، والها كان معظمها بيدور حول موضوع الشفة الأرنبية. من خلال هذه الاستفسارات أعزائي المشاهدين، بيسعدنا أن نستضيف صديق البرنامج الدائم الدكتور منير ويليام نبيب، أخصائي جراحة التجميل والتشوهات الخلقية. أهلا بك يا دكتور في البرنامج. أهلا وسهلا. نحب نعرف في البداية تعريف عن موضوع أو مرض الشفة الأرنبية. الحقيقة مرض الشفة الأرنبية من العيوب الخلقية اللي بتصيب الأطفال حديثي الولادة، وده يعتبر من أشهر العيوب الخلقية بعد القدم المخلبية. طيب يا دكتور، هل هناك نسبة معينة لحدوث هذا المرض؟ الحقيقة هو هذا المرض بيحدث بنسبة عالية جدا، زي ما قلت سيادتك ده ثاني أشهر العيوب الخلقية بنسبة 1 إلى 800. يعني لو تخيلنا سيادتك إن 800 طفل مولودين، فبنلاقي طفل مصاب بهذا العيب الخلقي، والحقيقة نسبة إصابة الذكور فيه ضعف الإناث. طب ده بيرجع لحاجة معينة ولا؟ هو في بعض العوامل اللي بتساعد على تكوين الشفة الأرنبية، أشهرها في بعض العوامل الوراثية، أو إن الأم بتتعاطى بعض العقاقير في أول 3 شهور من الحمل، أو بتتعرض لبعض الإشعاعات وما إلى هذا. إذا تخيلنا إن الوجه بيبدأ في التكوين في الأسبوع 4 إلى 7 من بداية الحمل، وبيكون الوجه بيتكون أساسا من 5 نتوءات، في النتوء الجبهي الأنفي اللي هو أساسا بيكون الجبهة والأنف وفتحة الأنف الخارجية والجزء الأوسط من الشفة العليا، وفي الفك وفي النتوء الفكي الايمن والايسر اللي بيكونه الشفه العليا، وفي الرابع والخامس اللي هو النتوء الضبي الايمن والايسر اللي بيكمله الفك السفلي. فاي ضعف في الالتحام بين النتوء الجبهي الانفي والنتوء الفكي يؤدي الى تكوين الشفه الارنبيه. والشفه الارنبيه ممكن تكون في ناحيه واحده تبقى يمنى، او في ناحيتين تبقى يمنى ويسرى، او في الناحيه اليسرى. وفي أحيان كثيرة جدا بتكون مصحوبة بسقف الحلق، بيكون في شق في سقف الحلق، فبنرى بعض الحالات شفة أرنبية منفصلة أو مصحوبة بانشقاق في سقف الحلق. طيب يا دكتور، لو تطرقنا إلى الأسباب اللي تؤدي إلى الإصابة بالشفة الأرنبية، يا ترى إيه هي هذه الأسباب؟ هي أشهرها على الإطلاق العوامل الوراثية، وطبعا في زي ما قلت لسيادتك تناول العقاقير، وبالذات في الفتره ما بين الاسبوع 4 والـ 7 من بدايه الحمل، وايضا تعرض الام لبعض الاشعاعات وما الى هذا بالنسبه لهذه الفتره بالذات. طيب يا دكتور، بالنسبه للسؤال اللي كان بيثيره الكثير او الكثيرات من المصابين والمصابات بهذا المرض، بالنسبه للعلاج من موقع حضرتك متخصص في هذا المجال، تطمنهم وتقولهم ايه؟ الحقيقه بالنسبه للعلاج لابد من التدخل الجراحي فورا بمجرد ولاده الطفل، يعني ممكن يكون عنده يوم ونتدخل جراحيا ونعمل، ولا يوجد علاج غير التدخل الجراحي. والحقيقه بالنسبه للعلاج جميعنا بنفضل ان احنا نبدا العلاج عندما يكون الاسبوع في الطفل في الاسبوع 10، وبيكون نسبه الهيموجلوبين في الدم 10 جرام، وايضا بيكون وزن الطفل لا يقل عن 10 رطل. وفي هذه الحالة بنبدأ في التدخل الجراحي لإصلاح الشفة الأرنبية. طبعا لإيه؟ ما بنتأخرش عن كده، لأن ممكن الشفة الأرنبية لها تأثير مباشر على الرضاعة، أيضا لها تأثير مباشر على الكلام، وبالذات لو كانت مصحوبة بانشقاق في سقف الحلق، أيضا لها تأثير مباشر بالنسبة للتنفس. وفي أحيان كثيرة جدا بنلاقي الشفة الأرنبية مصحوبة ببعض العيوب الخلقية الأخرى، زي الشفة الأرنبية الناتجة من تغير بالنسبة لعدد الكروموسومات، ومن هنا كان التدخل الجراحي مبكرا لكي نتلافى إطعام الطفل، لكي نتلافى التنفس بالنسبة للطفل، وأيضا لكي يستطيع الطفل في مرحلة تالية أن يتحدث عادي، ما يحصلش أي فرق حاجة. وطبعا زي ما قلت لسيادتك إن لابد من الكشف لكي نرى هل هناك بعض العيوب الخلقية الأخرى أم أنه بذاته كشفة أرنبية. طب حضرتك بتقول تدخل جراحي بالنسبة للطفل، يعني على اللحظة والتو منذ اكتشاف هذه الحالة. طب بالنسبة ان بنلاحظ ان في اشخاص كبار السن، يعني هل التدخل الجراحي ممكن يفيد ام لا؟ هو الحقيقة التدخل الجراحي يفيد بالنسبة لكبار السن من الناحية التجميلية، اما بالنسبة للتغير بالنسبة للصوت فالى حد ما لن يكون ذو فائدة،
انما بالنسبه للتدخل الجمالي فطبعا لابد منه، لابد شكليا بس. وايضا اذا كانت الشفه الانبيه تعوق الاكل طبعا فهنا لها فائده جميله طبعا. بالنسبه اذا ايضا كانت الشفه الانبيه مصحوبه بانشقاق في سقف الحلق فبتكون التدخل الجراحي في هذا السن يساعد ايضا على التنفس. يا دكتور احنا في نهايه هذه الفقره بنشكرك على هذه المعلومات، وان شاء الله نامل في لقاء اخر والرد على الاستفسارات التي بتصل من الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الفقره بنتوجه بالشكر صديق البرنامج الدائم الدكتور منير ويليام لبيب اخصائي جراحه التجميل والتشوهات الخلقيه. شكرا دكتور.